يلا الاخوان تجمعوا تجمعوا دغيا يلا غنبداو اللايف. لايف التلفازه مشيت مع اللايف ديال السوشيال ميديا سمحوا لي. ملي نتوما لايف ومجموعين بحال هكا بغيت نعاود لكم كيفاش تتزوجت، حيت راه ماشي قرار ساهل. صعيب الدريات تكيسوا على الدراري، راه باش يقول لكم الدري صبري تنقولها الوالديه صبري تقوليها الوالدي. راه حيت انا راه بقيت 10 سنين باش نقولها للوالد، في الاخر قلت الوالده. مشيت عندها قلت لها ماما اويلي على ماما خاصني نترجل. الوالده راه بغيت نتزوج. هاي هاي لقيتي العروسه ايوا مبروك. منين اصلها؟ امك واخا تقول لها اي منطقه في المغرب كتب لك وعرين. وارد البال من الناس وارد البال وصاف ما قلت لك. دخلت عند الواليد كانت سنة تخرج بالقرار ويخرج الواليد. حشمت قال لي بغيتي تتزوج؟ قلت لي لا بابا بغيت نكمل قرايتي. لا بابا بغيت نتزوج. ايوا مبروك. اخيرا قالها قال لي مبروك قالها. اولي الوالد واقف. انا من الناس اللي كنت خايفين من الزواج، ولكن كاينين شي جمل عندنا كاينين شي زعما امثال في المغرب كيشجعوك على الزواج. كيجيو عندك شي وحدين كاع وكيقولوا لك شوف غتزوج وحنا نعاونوك، في الاخر كيجيبوا لك كيسان عارفين كدوز اخو بزواجي. انا كنت كنخاف من الزواج حيت كنشوف صحابي كاع صحابي اللي مزوجين فاش كنجلسوا في القهوه كيبقاو يجيهم لي زابيل الو فينك الو سبعة ونص الو جي. كنت خايف من هذه القضيه. الحمد لله تزوجت ما كنعانيش من هذا المشكل. تليفوني ما كيصونيش حتى كتوقف عليا. اي غتبقى جالس يلا حتى الغدا وخلصوا يلا زيد غتخرج فيا حتى عينك حتى اللي غتخرج عليه راه. وهاد صحابي هادو كيعطوني بعد النصائح، ولكن ملي وصلت ملي تزوجت صافي حبسوا عليا النصائح. المرأة لا فاش كتزوج كيبداو صحابها تينصحوا فيها، كيتوقع في شي مشكل كيجيو كيقول لها شوفي راه العام الاول كيكون صعيب والمشاكل غا صبري، العام الثاني كيوقع في مشاكل تقول لها شوفي ودابا انت حامله عصبري. كتضرب 5 سنين كتولي والدة أربعة كطيح في مشاكل كتقول واه دابا 5 سنين والعشرة والوليدات عصبري كنت ديرها من العام الأول. أنا تا تزوجت هذه طبيعية عند كاع جميع الأزواج أنك تا كتزوج عاد كتبدا تعرف مزيان على الزوجة ديالك. حنا بدينا كنفرشوا قالت لي اش بان لك نديروا التلامط في الخضر؟ قلت لها ديرهم في الخضر مالك ما كتناقش معايا مالك؟ ها؟ ما كتعطينيش رايك ديري اللي اعطيني رايك شارك معايا شويه هز معايا الهم. قلت واقيلا راه عندها الصح. قلت لها شوفي الا بغيتي رايي انا ديريهم في الزرق. ديريهم في الزرق اش هاد الذوق الخضر؟ قلت لك خليهم في الخضر. عاوتاني الراجل حنا الرجاله ديريكت بغيتي تشرب كتقول جيب لي كاس الماء كتجيب كاس الماء صافي. المراه لا كتجيب لك لها الدوره جالسه حدايا كتقول لي انا شفت فيها قلت لها شتي ما كتلبسيش مزيان هو ضربك البرد ياك صافي مبقيتي كتحس بيا ها عقلتي شحال هادي كنت كندير كتعرفني شنو بغيت دابا درت ما عرفتينيش بغيت الماء. انا ما بقيت تسوي والو في الدار ما بقيتيش كتبغي انا صافي تمشي دارنا. هذه اول مره غتغضب فيها. المره الثانيه اللي غضبات فيها هي كنت كاهز كنتفرج في الماتش عرفتي مكونسونطري مع الماتش وهي كتقول لي حبست الماتش قلت لها نعم قالت لي من الصباح وانا كنهضر انت ما معاياش حال فمك في الماتش. قلت لها لا
راه كنت كنتفرج. قالت لي وا صافي تفرج الكره احسن مني هنايا. صافي تفرج في الكره. تفرجت في الكره. قال لي شويه كتسمع. قلت لها نعم. قالت لي انا عاودت لك الهضره وما سمعتينيش. انا راه بقيت ساويه والف ودار الكره احسن من هنا. هز حوايجها مشى لدارنا. هزت حوايجها مشات لدارهم. كل نفس كنكبر في الماتش. شويه بدا التليفون يصوني. هي قلت اللهم نهضر في التليفون وانا كنتفرج. درت بحال هكا بلاتي بلاتي انعام. انا ما بقيت سميه ولا فضل الله ما بقيت سميه ولا جات غضبات عاوتاني. واحد النهار دخلت معشي عادي. قالت لي واش نحط لك العشاء؟ قلت لها لا راه تعشيت برا. تقول لي تعشيتي برا؟ اوكي. انا عمرها ما قالت لي اوكي. ديك اوكي خلعتني عرفتي. عام ما بقاتش كدير لي العشاء. وليت فين ما كنجي كنقولها واحد طل العشاء. كتقول لي سي عقلتي عقلتي. واحد النهار درت العشاء وبقيت كنتسناك بالجوع وكلشي وجيتي وقلت لي راك معشتي. عقلتي؟ ايه عقلت. ايوا سير تعشى في البلاصه اللي تعشيتي فيها. طول بزاف داكشي. قلت اجي غنقلب لها الايه. جات عندي قالت لي قلت لها واحد طينا العشاء. عقلتي عقلتي نهار درت لك العشاء ياك وكنتي معشي في الزنقه. عقلتي عقلتي. قلت لها ما عقلتش. قالت لي ها خربقتها كيفاش ما عقلتيش؟ لا عقلتي. قلت لي لا. قلت لها ما عقلتش. عرفتي تقول لي انت اصلا ما كتعقل على حتى حاجه. فيما كنقول لك شي حاجه كنساو. ولا المشكل ديالنا هو واش عقلت ولا ما عقلتش. حل المشكل ديال العشاء. وانطلاقا من التجربه ديالي المتواضعه في الزواج غنصحكم بعض النصائح بالنسبه للناس اللي مقبلين على الزواج. المراه راه ما بغات والو. بغات غير الاهتمام فقط. غير الاهتمام. كادو في راس العام، كادو في عيد ميلادها، في عيد الحب. تقولها فين كاين مع من واش كدير. صافي خرجها غير 7 ايام في السيمانه وما تبقى من السيمانه ديالك. سافر جلس قهوه دير اللي بغيت. يلا ثاني نصيحه. الا كنتي غادي مع مرتك وسمعتي شي غوات ما تخلعش. انا غادي معها في المول كنتمشى وسمعت ما يمكنش. عرفتي طاح لي الماء في ركابي. تخلعت. شتي بدات كتزري عند واحد المراه اخرى صاحبتها. تلاقات هي وياها كيتعانقوا. قالت لها نقدم لك راجلي. قلت لها مرتك هذا. وهي تفرق مع صاحبتها. قالت لي عرفتي هذه راه صاحبتي من الابتدائي. قلت لها برافو عقلت على بعضياتكم. قالت لي لا رجتها البارح. حنا رجال لا. كتكون غادي مع مرتك كيبان لك شي صاحبك 5 سنين ما شتيش كتقلب الدوره حيت عارفه غيحط لك شي دوسي. والنصيحة الأخرى اللي غنصح الشباب كامل، الشباب السيليباتير، نصيحتي لكم تزوجوا. تزوجوا باش تعرفوا النعمة اللي انتوما بها وما حاسينش بها. واخا عليكم. ميرسي.